تحت شعار معا من أجل الأمن والاستقرار والسلام، نظمت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة مأرب حفلا خطابيا وتكريميا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد الجداسي. نظمت الإدارة العامة لتنمية المرأة هنا بمحافظة مأرب بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني حفلا خطابيا وتكريميا بمناسبة 8 مارس عيد المرأة العالمية. وكيل المحافظة دكتور عبد الربو علي مفتاح أكد على أهمية ودور المرأة في مختلف القطاعات، وأشاد بالدور الريادي للمرأة في كافة مجالات العمل والإنتاج. الأخوة الحاضرون جميعا، الأخوات، هذه المناسبة هي انطلاق لمرحلة بناء اليمن الذي ننشده، يمن العدل، يمن المساواة، يمن المشاركة. نحن في السلطة المحلية نيابة عن الأخ المحافظ سنسهل وسنذلل، وستكون الأخت شريكة في الإدارة، في إدارة السلطة المحلية، في الصحة، في التربية، في التعليم، حتى في تنمية المحافظة. ومن كنا من يحضر معنا مهندسات وطبيبات ومدرسات، هؤلاء هن من يصنع الأجيال. فيما أشارت مدير عام تنمية المرأة بالمحافظة فدى العماري إلى أهمية ودور المرأة في مختلف المجالات الخدمية والإنمائية، وأشارت بأن هذا الاحتفال يمثل أهمية كبيرة لإبراز دور المرأة. يسعد مكتب الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة أن تحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأن يشارك المنظمات النسوية والحقوقية وكل المنظمات المهتمة بقضايا المرأة الاحتفال السنوي الذي يصادف 8 مارس. وكل عام وكل امرأة بألف خير والصحة وسلامة وأمن واستقرار إن شاء الله. فيما أشارت كلمة منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تكاتف الجهود لدعم المرأة في مختلف القطاعات ومساندة المرأة فيما تعرض له من انتهاكات من قبل الميليشيات الإنقلابية. ونحن اليوم إذ نشارك في يوم المرأة العالمي، فإننا ندعو صاحب كل ضمير حي وندعو المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية للوقوف مع المرأة اليمنية لدين حقوقها كاملة وحفظ كرامتها، والعمل بكل الجهود المجتمعية والحقوقية المحلية والدولية لإطلاق سراح كافة المختطفات والمخفيات قسرا والإفراج عن جميع المختطفين. تضمنت الفعالية تكريم رائدات العمل المجتمعي هنا بمحافظة مأرب والذين أبدعين في مختلف القطاعات. تضمنت الفعالية أناشيد وقصائد شعرية معبرة على الاحتفال بعيد المرأة 8 مارس. لقناة عدن الفضائية محمد القدياسي، محافظة مأرب.